السلام عليكم. في موقع اسمه جيف اواي اوف ذا داي، ده بيخليك تنزل برامج مجانيه، سواء برامج ويندوز، سواء العاب، حاجات الاندرويد، حاجات الايفون. كل يوم بينزل برامج كويسه لمده 24 ساعه، فلما تلحق لما تلحقش. ممكن تشارك في القائمه البريديه وهو يبعت لك كل يوم، يعني بتدخل الايميل بتاعك هنا كل يوم هيبعت لك ايه الحاجات اللي ممكن تنزلها ببلاش لمده 24 ساعه، او تدخل على الموقع. ان الموقع لو دخلت عليه من غير ما تكتب الايميل، من غير اي حاجه خالص، تقدر تحمل الحاجه اللي موجوده دلوقتي. طبعا في حاجات خاصه بالاي اي، بالذكاء الاصطناعي، كتير جدا تقدر تحمل زي ما انت عايز. في برامج مختلفه كتيره، تمام، تقدر تحملها. هو بيقول لك سعر الحاجه دي كام، يبقى انت وفرت كام. يعني ده مثلا البرنامج دوت ب 100 دولار تقريبا، تقدر تحمله ببلاش وتقدر ان انت تشتغل بيه، بس ما تحملش حاجه غير لما تكون انت فعلا مقتنع انها مفيده ليك. ممكن تحمل برامج الاندرويد وتسطبها عندك على الجهاز بدون اي مشاكل خالص، وانت كل مره بقى انت بحظك تبدا تخش تشوف ايه البرامج اللي موجوده. هو بيحط لك برامج يعني المفروض انها بفلوس، وانت بتنزلها قانونا بدون اي مشاكل خالص. وممكن تعمل سيرش، يعني ممكن تعمل سيرش على برنامج معين وتشوف هل هو موجود ولا لا. يعني مثلا هقول مثلا ايه البرامج دوت، فتلاقي فعلا في اكتر من برنامج تقدر تحمل زي ما انت عايز. ممكن تشوف ايه البرامج اللي موجوده وتحمل من غير ما تكتب اي ايميل خالص، مجرد ان انت تدوس عليه هتلاقي وصله بتاعه الداونلود، تحملها على طول. داونلود ناو.